بقى. ايوه عزيزي نعمة، حضرت من البحر لقيتك نايم، صعب عليا صحيك، اضطريت أسافر وسأحضر في أقرب فرصة. خليك قاعد في الشقة لحين حضوري، وهات عيالك وجماعتك يقعدوا معاك وصيفوا، واصرف الفلوس دي كلها، واوعى تسيب الشقة لحين حضوري. باين انه سكران ومش هيسمع الدج. بقول لك ايه، سيب الشقه دلوقتي وامشي حالا. عدم مؤاخذه يا حاج، ده سواق البيه مش هو. بيه بيه ايه؟ هو في بهوات تعمل العمايل السودا دي؟ فين يا ابن الاستاذ؟ الاستاذ سافر. الحمد لله، اهي جت من عنده. هي اللي جت من عنده وراحت له؟ هو انت بعت له صينيه بطاطس؟ بقول لك الاستاذ سافر وقال نجيبوا جماعتي والعيال ونيجوا نقعدوا هنا في الشقه. نعم يا اخويا، شقه ايه؟ انتوا هتسيبوا الشقه دلوقتي حالا وفلوسكوا هترجع لكم. بقول لك ايه، وانت هتديني اوامر؟ لا مؤاخذه، انا شغال عند سي العالم مش شغال عندك. مين ده؟ مين ده؟ انا صاحب العماره دي. الله على عيني وراسي يا سيدي، ما انت عابط اجرتك على داير مليم. لا مؤاخذه وبزياده شويه، ولينا عندك كمان في ذمتك 25 يوم. وبقول لك ايه، هنجيبوا جماعتي والعيال ونيجوا نقعدوا في الشقه، وما تعبت تحط راسك وحط رجليك، واوعى يا عم انت واقف هنا. خلاص بقى يا حاج، الشقة دلوقتي ما عادش فيها عزاب، الراجل بيقول لك هيروح يجيب جماعته. أعمل فيك إيه؟ سافر؟ سافر فين؟ أنا عارفة، أهو غار مطرح ما غار. مستحيل، هو ده اللي شاغلكم ساكن في العمارة وأنا ما حدش حاسس بيا. وبعدين بقى يا ماجدة، أبوكي روحه بقت في مناخيره مش طايق حد يكلمه، لما نخلص من حكاية العازب دي نبقى نكلمه. يا سلام، وانا هقعد استنى لغايه ما العازب ده يبان؟ طب انا ذنبي ايه؟ هو بعدين بقى يا ماما انا ما اتعودتش على القعده دي، وبعدين بقى انا ما عملتش جريمه بقى. اعمل لها ايه دي اخرى؟ طب سافر فين؟ السواق نفسه ما يعرفش، انسان غريب قوي، ما عندوش رقم تليفون. السواق ما عرفوش غير من يومين بس. بصراحة بقى أنا شاكة في الجدع ده، وباين عليه كده نصاب، ولا هيطلع عالم ذرة ولا حاجة. يا سلام يا سلوى، نصب على مين بقى؟ نصب عليكي أنتي أول واحدة، وتلاقيه بقى بصراحة مأجر الشقة عشان الموضوع ده بالذات. طب إيه اللي يخليه يعمل كده؟ مدخل يخش منه، معجب بقى، طمعان، الله أعلم. طمعان في إيه بقى؟ يا بنتي هو انتي قليلة ولا اسم والدك شوية؟ ما اعتقدش يا سلوى، ما كانش كلف نفسه كل ده، كان على الأقل خبط على باب البيت أو راح لبابا في المكتب، كان ساعتها بقى بابا بعته لماما. ما أصل ده تخصص أنتك فرحانة، كل اللي يروح لبابا ويطلب حد مننا يقول له روح للحاجة. لا ما اعتقدش، تحليلك بعيد عن الواقع خالص. وبعدين أنا مش شاكة في وظيفته ولا درجته العلمية، انت اصلك ما اتكلمتيش معاه، ده فيلسوف ما يقلش عن عالم. صحيح انا ما اتكلمتش معاه في الذره، لكن هو فعلا عالم. لو كنت قربتي منه كنت هتقولي عليه كده، وكان هيشغل بالك زيي. اتفضلي يا منى. الف حمد لله على السلامه يا حبيبتي. الله يسلمك، ازيك انت يا عزه؟ انا قلت اجي اطمن عليكي واشوفك قبل ما ارجع مصر. ايه اخبارك؟ يعني مش ولا بد، يعني مش عارفة، حاسة كده ان محروس اتغير، بقى يتكلم عن الفلوس كتير قوي الايام دي بشكل انا ما تعودتش عليه من يوم ما اتجوزنا. يمكن متضايق شوية علشان موضوع الضرايب. مهما يكن يا منى، يعني تصوري محروس رافض ان اعمل العملية خالص، وقال ايه؟ بيقول انه مش عايز عيال. معقولة؟ مش عارفة، انا مش مستريحة، حاسة بحاجة. حاسة بايه يا عزة؟ نجاة أخته،
يعني حاسه كده انها ناويه تجوزه. تجوزه؟ لا طبعا مش ممكن. ده بيقول لي كمان ان دي اخر سنه نصيف فيها هنا. طب ما كده ليك حق انك تشكي. لا ده كده في الموضوع ايه؟ اوعي تقولي ان هيبطل دروس خصوصيه، ده كل ما بيتكلموا عليها كل ما بتزيد. بقولك ايه يا عزه، انت تفتحي عينك كويس قوي في اليومين اللي جايين دول، وسيبي الباقي عليا انا. انا هروح لنجاة اخته هشمشم كده في الموضوع واشوف مخبيين ايه. قال يتجوز قايل. ايه يا اخويا؟ في الذره. ودي ايه الذره دي كمان؟ الذره دي يا ستي يعني ايه؟ حاجه صغننه قوي ما تقدريش انت تشوفيها بعينك العاديه كده، يعني لا مؤاخذه قد رجل البيغوت، ما حدش يشوفها في العالم الا في العالم نفسه. على كده نظره ستة على ستة. لا اله الا الله، انت هتحسد الراجل؟ الراجل معيشنا في نعمه اهو، وجايب لكم نعمه حلوه اهو، بتاكل يا ريت اهو يالا. وبعدين الراجل على صفا، ادعي له يجي بالسلامه بدل ستة على ستة. ربنا يرجعه بالسلامه. كل يال كل يال ما تبصليش كله، انا عايزكم تمسحوا الطبليه دي على الاخر كله، عشان بعد ما نخلص هاخدكم انتوا وامكم على البحر، تاخدوا لكم غطسان في الميه كده عشان الجرب، عشان حموا النيل اللي في جتتكم ده، وادعوا معايا لسي العالم، قولوا يا رب يجيبك بالسلامه يا سي العالم. يا رب يجيبك بالسلامه يا سي العالم. ايه؟ هي منى سافرت؟ جوزها عدى عليها ونزلوا مصر. طيب انا عايز اتغدى، جعان قوي. حالا الاكل يكون جاهز. ايه ده وزه؟ ملوخيه وباميه؟ ده انت تعبتي يا حبيبتي النهارده في المطبخ. صنفين. انت ما غيرتش هدومك ليه؟ هغيرهم حالا. يبقى انت اكيد مش جعان، يبقى اكلت بره. بره فين؟ ده انا طول الوقت قاعد على القهوه بشرب شاي وقهوه وبشم الهواء. ملوخيه وباميه؟ بقول لك ايه يا وزه؟ الباميه يعني بتبقى حاميه، والنهارده حر ورطوبه عاليه قوي. ناكل النهارده الملوخيه، وشيل الباميه دي بقى لبكره، ها؟ ناكل ملوخية. أغير هدومي حالا. أيوة يا ممدوح، هتيجي إمتى؟ كله علو الحمد لله، الحال هدي خالص، والشقة بقت فيها عيلة، واضح إن العازب اللي فيها مشي.
لا لا يا حبيبي، تعال النهارده عشان خاطري. اخيرا اتفك الحظر. ايوه يا ستي، لسه خارج من الشغل حالا. عشان خاطرك انت بس يا لولا، وعشان خاطر انك وحشاني، انا هاخد اجازه اليومين دول. هبلغ حمد الكاشف في التليفون. ليلى، اياكي تبوظيها لي. ما تخافش يا روحي، مش هتندم، مش هتضيع ولا دقيقه واحده في النكد. باي باي يا قلبي. اهو جه الحمد لله. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا نجاة؟ ازيك يا اخوي؟ الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. كده برضه تتاخر عليا؟ معلش. اخبارك ايه؟ الحمد لله. الحمد لله. تعالى بقى معرفك على ميرفت. تعالى. دي بقى يا سيدي ميرفت بنت الست عديلة اللي اشترت الشقة اللي فوقينا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. سلمي يا ميرفت. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. دي ميرفت اللي انا كلمتك عنها، ده بقى يا ستي محروس اخويا، مدرس رياضيات قد الدنيا. اهلا وسهلا. انا سمعت انك انت اتربيتي في الخليج. ايوه ده صحيح، اصل بابا بيشتغل هناك بقاله 25 سنة تقريبا. انا قضيت عمري كله هناك، ما جيتش الا على دخول الجامعة. ما شاء الله ما شاء الله، 25 سنة في الخليج. تشرب ايه يا محروس؟ موز باللبن. تشربي ايه يا ميرفت؟ زي استاذ محروس. طيب اتفضلوا في البلكونه على بال ما اعمل لكم الموز باللبن. حقق اللي في بالي يا رب. اتفضلي نقعد شويه في قلب البلكونه. 25 سنه في الخليج. مامي. نعم يا حبيبي. خاله ممدوح، قصدي يعني اللي انت بتخليني اقول عليه خاله، وصلوا مستنيكي بره. طيب يا حبيبي، روح انت العب في اوضتك براحتك وانا خارجه له حالا. ماشي. الحمد لله على السلامه يا روحي. الله يسلمك يا حبيبتي. ده ايه ده؟ ايه الجمال ده كله؟ يلا بينا على السفره بسرعه، ايه جاي جعان موت. ايه ده؟ بس ده كتير قوي عليا يا ليلى. اصلك كنت وحشني قوي. ايوه بس انا لو كلت كل الاكل ده انا هنام مش هصحى. ما تخافش، هننزل نتمشى ونهدم. نفسي امشي في الشارع وايدي في ايدك والناس تشوفني انا وانت، ما تقولش علينا اخوات، لا تقول دول احباب وعشاق. يا ليلى، قلتي كل اللي كان نفسي اقوله لك، قلتي كل اللي كنت مخبيه جوايا وخايفه بحلم بيه يا ليلى. غصب عني يا ممدوح، صدقني الظروف ايدت كل حاجه، حبست مشاعرنا واحاسيسنا في زنزانه. ايوه يا ليلى. طيب ليه القريبين مننا ما يعرفوش؟ ما ينفعش يا ممدوح، ده سر، والسر لو خرج من جوايا وجواك ما يبقى السر. انا خايفه حد يعرف، وفي الحاله دي ممكن المعاش يتقطع ونبقى ظلمنا الولد اللي ملوش اي ذنب. انت عارف مصاريف المدرسه والدروس الخصوصيه ومستوى الحياه اللي احنا عايشينه، ما نقدرش عليه لوحدنا.
يا سلام. اما انا امبارح يا شافعي نمت نوم. اول ليله سعادتك تعدي من غير اي بلاغ، وعبد الغفور صاحب المطعم الظاهر انه نسي. بس انا ربك والحق ما بطمنش للليالي اللي بتبقى هاديه كده، بحس ان التقيل جاي ورا. ربنا يستر. حاكم المعموره دي انت لسه ما تعرفهاش كويس، بغزاله كل يوم بحال. الحمد لله والشكر لله، طبق فول طعم قوي قوي، تسلم بايدك. بالهنا والشفا يا حبيبي. ممكن بقى اطلب طلب صغير قد كده اهو؟ ايه بقى؟ لا ما تخافش وما تتخضش، يعني انا بس عايزاك تلم انت السفره وادخل انا اخد دش لحسن الدنيا حر قوي. حمام العافيه حبيبتي. براحتك براحتك قوي قوي قوي. ها ضاعت. يوقع سودا فلوسك. مش قلت لك يا عمنا احساسي عمره ما يخيب؟ نهارنا بانه هيبقى طويل. ممدوح 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 اصحى. يا ليلى اصحى يا ممدوح، البس وانزل دلوقتي حالا. البس وانزل حالا. في ايه يا ليلى؟ مش عارفه، في حاجه غريبه في العماره، وبوكس الشرطه واقف تحت، وشعبان بيقول ان المباحث في الشقه اللي تحتنا. طب واحنا مالنا احنا بقى يا ليلى؟ ممكن يعرفوا. يعرفوا ايه؟ اننا متجوزين والمعاش يتقطع. وبعدين يا ليلى، وبعدين في خوفك ده؟ الخوف ده ممكن يموت كل اللي بينا. أرجوك يا ممدوح، أنا مش عارفة أتلمع على أعصابي. يلا البس وانزل عشان خاطري. حاضر حاضر يا ليلى حاضر. هو المبلغ اللي اتسرق كان قد إيه يا أستاذ محروس؟ 750,000 جنيه يا فندم. 750,000 جنيه شقى عمري كله يا فندم. ياه، مش شايف ان ده مبلغ كبير قوي على انك تحتفظ بيه في شقة مأجرها مفروش؟ اصل كان في بيني وبين الضرايب قضية، وبعدين خفت احط الفلوس في حسابي يعني في البنك احسن. مفهوم مفهوم. طب في حد تاني كان يعرف مكان الفلوس دي؟ المدام مثلا؟ المدام يا اخويا ما كانتش تعرف ان معاه فلوس من اصله. وامتى عرفتي يا مدام؟ لما اتسرقت منه. الكلام ده حصل فعلا يا استاذ محروس؟ طيب ممكن تقول لي سبب اخفائك الفلوس دي عن المدام؟ ما ترد يا اخويا، رد على حضره الضابط قول له انت كنت مخبي عليا الفلوس دي ليه؟ ها؟ ما عادش معانا فلوس يا عزة، الحال اتغير يا عزة، ده انا لولا اختي نجاة اللي استلفت منها فلوس علشان نصيف. قول يا اخويا حضرة الظابط انت كنت مخبي عني ليه؟ ها؟ طبعا عشان عايز تتجوز. خلاص يا مدام، وبعدين معاكي مش كده؟ بهدوء من فضلك. نقيب شافعي يا فندم، استعجل لنا بتوع الادله الجنائيه اشوفهم رفعوا البصمات ولا لا. حالا سيادتك. ارجوك
ارفع. يا باشا عايزين نستعجل شويه. حاضر يا فندم. حاضر. المباحث ماليه العماره وعاوزين حضرتك ضروري. بيقولوا المبلغ اللي اتسرق كبير. ناس بيقولوا 7 مليون وناس بيقولوا مليون. 7 مليون وجايبهم الشقه ليه؟ هو فاكرها بنك؟ امتى حصل الكلام ده؟ امبارح بالليل او النهارده الصبح. والولا شعبان كان فين؟ في النقطه مقبوض عليه حاج. يا دي المصيبه. حضروا لي العربيه. حاضر الحاج، بس في شويه اوراق لازم تشوفها وتمضيها. هو معقولة برضو في حد يشيل مبلغ كبير زي ده معاه في الشقة؟ فلوس الدروس الخصوصية. اه يا ريتني كنت مدرسة. انت عارفة اكيد اللي عمل العملة دي حد عارف ومتأكد ان في مبلغ كبير قوي في الشقة. قصدك انه عنده علم يعني؟ اكيد طبعا. بس عارفة انا مش صعبان عليا في الموضوع كله الا شعبان، يا عيني والمخبرين بيتجرجروا من هدومه على النقطة. ايه ده؟ بقولك ايه، الحق ده الحاج صابر وصل. تمام يا فندم، تم رفع كل البصمات. طب يا ريت تجهز لي تقرير المعمل الجنائي بأسرع وقت. حاضر يا فندم. خير يا باشا. أهلا أهلا يا حاج صابر. خير إن شاء الله. الأستاذ اتسرق منه 700,000 جنيه. و50 يا باشا. 750,000 جنيه يا باشا. 750,000 وحد يجيب مبلغ زي ده هنا؟ طب ما تعرفش مين اللي عملها يا ابني؟ ما اعرفش. وانا لو كنت اعرف كنت وقفت الوقفه السودا دي، كنت شربت من دمه. ان شاء الله يا حاج انا هجاوبك على السؤال ده قريب ان شاء الله. لو سمحت يا استاذ محروس عايزينك تيجي معانا لغايه القسم علشان نكمل التحقيق هناك. حاضر حاضر يا باشا. بس غير هدومي. اهو مالك، اتفضل. غير هدومي. مالك يا عطوة؟ قاعد كده ليه؟ مفيش حاجة يا سفتو. ايه دي؟ غور اعمل لكم كوباية شاي. حاضر. 3/4 مليون جنيه؟ حد في الدنيا يبقى معاه المبلغ ده ويجي يصيف في المعموره؟ امال كنت عاوزاه يصيف فين؟ يروح لندن، يروح مالطا، تركيا، يا عم يقول اقلها الساحل الشمالي. ولا ايه رايك يا انتي؟ ها بتقول ايه يا بنتي؟ قول لها انت. ما بتقولش حاجه يا طنط. هو ايه اللي اتسرق من الاستاذ محروس؟ شنطه فلوس فيها قرب المليون جنيه. جتنا نيلة في حظنا الهباب، قالوا جاي لي المعمورة فقري. الشاي يا سفتوح. يا هلا، مالك مش على بعضك كده ليه؟ مفيش حاجة يا سفتوح. يكونش شفت بوكس الحكومة بره فخفت. بيقولوا يالا مبلغ كبير قوي اللي اتسرق. ايوه هو كبير، بس انا ما عملتهاش يا سفتوح. يا سلام يا اخويا، امال مين يكون اللي عملها يعني؟ الخط بتاعك لهبل زعيم المطاريد؟ الحاجات دي مش مقاسه. وراح فين يا علي؟ تلاقيه من الصبح على البحر. ربنا يعدي النهارده على خير يا رب. Thank you.
مين اللي جاي هناك ده؟ مش ده الواد عطوه؟ ايوه هو وادي عطوه. مالك ياد جاي ملهوف كده ليه؟ انت اياك عود سريس لما يتلف حول رقبتك. ياد مالك في ايه يا هلال؟ انتوا قاعدين هنا والعماره هناك مقلوبه؟ العماره مقلوبه؟ يعني ايه؟ باب العماره بقى من فوق؟ بايخي. والعماره مقلوبه ليه يا هلال؟ شقه اتسرقت واتسرق منها فلوس كتير ياما. وانت الامن ايه يا هلال؟ ما هو ابويا العمده هيجي يزعق. يزعقلك على ايه؟ هي اي مصيبه بتحصل في البلد يزعقلك عليها؟ ولا غور من هنا وادي عطله، غور من هنا ونعطله مسكتك احسن. هناولك. خلاص خلاص يا احسن خلاص هناولك. عطوه برضه طيب وابن حلال. عارف يا ولا لسانك لو زلت بكلمه كده ولا كده هبلغ عليك المطاريد يقطعوك حتت ويرموك لكلاب السكك. وهو يعني لسانك هيزلف بيه وانت عملت حاجه؟ ده حتى المباحث ما تعرفش ان انت الخط اخوي. نقطنا مسكتك يا اخوي. أني لو منك أروح البلد وأقعد هناك. ليه؟ كنت عامل عملة ولا عامل عملة عشان أهرب؟ لا ما عملتش حاجة، بس عطوة شكله بيقول غير كده. شكلي؟ أنا ما عملتش حاجة، وسيد الأقصر ما قاليش أعمل حاجة. أنا ما عملتش حاجة، ما عملتش حاجة. أنا ما عملتش حاجة، ما عملتش حاجة. أنا ما عملتش حاجة. وعند حضرتك الست ليلى وابنها واخوها سعاد بيشجر عليها السنه دي من حين للحين. وعندك كمان الدكتور عادل عباس والست الدكتوره مراته ووالدته الست امينه. بس هم دول سكان العماره دي. وقلت لي اللي اسمه مكرم عبد القيوم ده بيشتغل عالم في ايه؟ الذرة؟ ايوه هي دي اللي قلتها يا بيه. طيب واختفى امتى؟ امبارح. ايوه امبارح رحت عشان اطلعه من الشقة. لقيته جايب السواق بتاعه، والسواق بتاعه جايب عياله علشان يقعدوا في الشقة لحد ما يخلصوا المدة. هو سعادة الباشا هو. انا ما كنتش عارف انه ساب الشقة، اكيد هو مفيش غيره. خلاص بقى ما تهدى شوية يا استاذ محروس. والسواق بتاعه ده يا حاج تعرفش فين؟ فين كيف يا بيه؟ ده سواق تاكسي رايح جاي. تاكسي؟ هو السواق بتاعه ده سواق تاكسي؟ لا ده سعادة الباشا اكيد شريكه في السرقة اكيد. والدكتور مكرم ده سعادة الباشا راجل اطواره غريبة جدا وصاحب مزاج، كل ليله يجي سكران ويقعد على السلالم ياكل القطط لانشون وبعدين يقعد يضربها. خلاص يا استاذ محروس ما تهدى شويه وتبطل عياط. هنشوف يا استاذ محروس. ادخل يا فندم. يا باشا تعرف تجيب لي عكاشة السمسار؟ تمام يا باشا. طب يلا. هو بياناته عندك يا حاج؟ يوم مال اكيد عند عكاشة. كلمته في التليفون ومرضيش يجي يا صدفة. في 60 داهية ولا يهمك. ما هو لو كان فعلا شريكي كان وافق على شرط العمدة. ما هو بصراحة عنده حق، خايف العمدة ياخد الأرض مني زي ما خد أرض أمي وخد قبلها أرض أمك. وقال إيه؟ علشان محدش يطمع فيكو. إيه ده؟ وأنت لساكي عاوزة تتجوزي من البلد؟ مال أتجوز منين يا صدفة؟ أتجوز من واحد زي أبو قصة بتاعك عمر. طب بذمتك شفتي زيه في البلد كلها؟ لا لسه البلد ما طرحتش منه. انا ما عملتش حاجه. ايه ده؟ مش ده الواد عطوه؟ هو ماله بيجري كده ليه؟ وادي عطوه استنى، مالك بتجري كده ليه؟ انا ما عملتش حاجه، ما عملتش حاجه، ما عملتش حاجه. هو ايه ده اللي ما عملوش؟ مفيش حد بالاسم ده ولا في العنوان اللي اديته لك. لا شكرا يا باشا. ده ألف شكر. الله يخليك يا باشا. مع ألف سلامة يا باشا. مع السلامة. البيانات اللي خدتها منك كلها سي عكاشة طلعت مزورة. البيه العالم. عالم ايه يا مجنون انت؟ عالم ايه؟ انت
تلاقيه واد نصاب ولا محتال بتاع ثلاث ورقات. انا قلت كده يا سعاده الباشا، والله العظيم قلت كده. اكيد هو اللي عملها وخد فلوسي. انا عايز فلوس يا سعاده الباشا. من فضلك يا استاذ محروس، من فضلك تهدى انت كمان عشان نعرف نشتغل. اديني المديرية يا ابني. مصيبة وجعت على راسي، ادي اخرة اللي يعتمد على الحريم. عمارة الحج صابر بقت متوى اللصوص والنصابين. ما يمكن يعني يا حج، يمكن محروس ده بيهولها شوية. بيهولها؟ ما انت ما شفتوش عامل ازاي بحصرته. مستحيل يا بابا مستحيل. هو ايه اللي مستحيل يا مليح؟ مستحيل مكرم يكون نصاب او لص. وليه لا؟ ده دايما النصابين بيبقوا عاقين واخدين بالهم من روحهم عشان ما حدش يشك فيهم. بابا كنت عاوز اكلمك في موضوع عمليه الرص، لان بكره ميعاد فتح المظاريف. يا ماجده سيبيني في اللي انا فيه، بلا رصف بلا مظاريف، مش لما اخلص من البلوه اللي انا فيه. الحرامي سرق فلوس الأستاذ محروس، بيقولوا إنها فلوس قد كده. بيقولوا مبلغ كبير، بس دول شكلهم بلدي قوي، هيبقى معهم فلوس منين؟ المهم أنت عامل إيه؟ وأخبار الانتخابات إيه؟ وناوي تيجي أمتى؟ والست عزة قعدت تصرخ وتقول لي كنت مخبي الفلوس عني ليه وتزعق. دقيقة واحدة، مش تبطلي لما تشوفي حكاية تحكيها. يلا غوري على المطبخ. حاضر يا ستي. يلا وانت على اوضتك. البنت عاملة ولا سي ان ان جوجو. يلا تعالى بقى بسرعة، نفسي نسيب المعمورة دي ونروح حتة ارقى. شغلات يا اللي ما انتش غلمانه، اتبسطت انت والعيال؟ قوي يا اخويا. طب يلا يا اختي شيلي اللي هتشيليه وصحي اللي هتصحيه، ويلا سبقوني على فوق. يلا. ايه في ايه؟ الحمد لله على السلامة. الله يسلمك، ايه المسكة دي؟ يلا يا اخويا تعالى معانا. يجي على فين يا اخويا؟ على اسم الراجل عبد الخالق مستنيه من الصبح بفارغ الصبر. طبعا يا عيال. واخرتها ايه؟ لا انت متجوز ولا مش متجوز، وحتفضل الفلوس هي السد اللي بينك وبينها. ليلى مش هتشتري حبك بالمعاش، ومهما عملت ولا جبت هيفضل نفس السد، ولسه هيعلى ويعلى. طب اعمل ايه؟ اعمل ايه علشان أعيش زي بقية الخلق؟ أسرق يعني يا ربي؟ وحتى إن خدت القرار وقلت إن أنا حسرق، حسرق مين؟ وإزاي؟ ما تس...
تستهبلش عليا يالا. عالم ايه؟ تعني فالح قوي في شكل العلماء؟ قول انه حرامي نصاب وان انت صبيه. صبيه؟ صبيه ايه يا باشا؟ على عدم المعاصي انا سواق تاكسي على باب الله. قول لي يالا. ايه يا باشا. هو فين؟ والله العظيم ما اعرف عنه اي حاجه سعادتك. هو يا دوبك ركب معايا تاكسي من محطه مصر، قال لي انه لسه جاي من بلد اسمها مؤاخذة يا باشا، الاسم صعب عليها شويه، ما اصل انا يعني ضعيف في القرايه والكتابه، يا دوبك بفك الخط بالزق لا مؤاخذه. مكرم عبد القيوم فين يا نعمه؟ والله ما اعرف. كده ادخل. تمام سعادتك. ابو غفور بره. طب هاتوا يا شافعي. تعال يا ابو غفور، تعال خش. السلام عليك يا سعاده الباشا. سلام ورحمه الله. مبروك النضاره يا ابو غفور. الله يبارك فيك يا باشا. عايزك بقى تقرب لي كده وتبص كويس. الخلقه دي شفتها قبل كده ولا لا؟ ايوه يا باشا، ده اللي كان قاعد على الترابيزه اللي لازقه جنب جورج المكتب يوم السرقه. ترابيزه ايه؟ مقاس النضاره ده غلط. ترابيزه ايه يا جدع انت؟ فلوسي 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 يا حرام يا نوري. حرام بالراحه يا عبد الغفور، وسيبه لو سمحت. قول لي الاول، ده مين في الاثنين؟ صاحب الهيبه ولا هيبه ايه يا باشا؟ ده وش هيبه برضه؟ ده الدهول اللي كان عمال يلغه بس. مذهول كده ليه يا نعمة؟ انت انا مش رحت مع مكرم عبد القيوم ده واتغديته في المطعم بتاع الراجل ده اللي هناك على البحر؟ اه ايوه يا باشا، ايوه صح صح. ما هو سي العالم لما مؤاخذة عزمني يومها وكان عزمني على الاكل يعني عمل معايا احلى واجب سعادتك. ومعرفتش مين ده؟ ده صاحب المطعم يا حبيبي اللي انتوا اتغديتوا عنده، وبعدين عملتوا معاه الواجب وسرقتوا فلوسه. 5000 جنيه حار ونار في جتتكم، هاخدهم من حباب عينيكم. الاتهام واضح وصريح قدامك اهو. قول لنا كده بقى بالتي هي احسن، مكرم عبد القيوم ده اللي لقيه في انه داهيه؟ ما خبيش عليك، هو حضرتك والده؟ لا. قريبه؟ لا. الولد عنده ثقب في القلب ومحتاج عملية، والعملية في قمة الخطورة، ونسبة نجاحها هنا مش مضمونة. الإنجليز بيعملوها بمهارة، وده لأن الإمكانيات هناك أفضل. مع إن التاريخ عكس كده. أفندم، المفروض إن العلوم كلها مصدرها هنا الأرض دي. أصعب حاجة إن التاريخ يبقى ذكرى. أنا مش فاهم حضرتك. مش مهم تفهم، المهم تجهزوا عربية مخصوص تنقل الولد لغاية المطار، وأنا هحجز له على أول رحلة لندن، وياريت حضرتك تبقى المرافق بتاعه، وأنا تحت أمرك في أي حاجة. دي شهادة أعتز بيها. طيب ياريت بقى تجهز الباسبور بتاعك، وأنا هعمل كل حاجة. متشكر، متشكر قوي يا أستاذ مكرم. مكرم عبد القيوم. متشكر يا أستاذ مكرم. هو الطفل يبقى إيه لحضرتك؟ يبقى روح انسان. أنت اتفضل. باذن الله ابنك هيسافر ويعمل العمليه هناك ويرجع لينا بالسلامه. سيبه واخرج انت. اقعد يا شعبان. لا 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 لا، اقعد على الكرسي. اقعد ما تقلقش، اقعد. انا قلت كل اللي عندي يا سعاده البيه. وانا بقى عايزك تحكي لي عن العماره دي ساكن ساكن، حتى الزبال اللي بيلم الزباله. يعني انا يا شعب عايز اعرف كل حاجه عن كل رجل بتدخل العماره دي.